عليكم إخوان ديالنا أصحاب المحلات التجارية وكاع الناس اللي كيديروا الهواتف النقالة أو شي دي زاكسيسوار في الفيترينات برا ولا هذا، بغيناكم تنتبهوا مزيان مع هاد الشفارة هذا ومع هاد الأنواع من هاد الشفارة هادو، لأن في الغالب ملي كيدخل شي واحد هو وليداتو أو هو ومراتو في الغالب ما كنظنش انه ممكن يشفر، لان كتقول واخا كاع يكون شفر ما غاديش يشفر قدام ولده او قدام مراته او هي غادي تشفر قدام راجلها، لان هذا السلوك هذا ما يبغيش يعرفه عليه. ولكن هذا النوع ديال الشفر هو نوع واحد اخر والتفكير ديالو واحد اخر بزاف. المهم الاخوان غادي نشوفوا هذا الفيديو هذا ونتابعوا مزيان لهذا السيد هذا بالضبط، قلت للناس بحاله يعني خصنا بحال هاد الفيديوهات هادو نشاركوهم مع بعضياتنا ونستافدو منهم وكنحضيو راسنا منهم قبل ما نوقعو فيهم. انتبهوا لهاد السيد هذا اللي غادي يدخل دابا هو والولد ديالو، هاد السيد موج جاكيطة حمراء. شوف الوليد اول ما مشى كيدير كيقلب الفيترينه ديال التليفونات واش محلوله ولا مسدوده، وتوهم الناس انه يعني كيتصل انه ما مشاليش هو يعني راه مجروب او مشى تيقلب الفيترينات، بينما الولد ديالو راه دخل تيقلب الفيترينه اللي لداخل راه غادي يلقاها محلوله، يعني ملي يلقى الاخرى مسدوده هو غادي يلقى الاخرى محلوله راه تيحل. وشوف با يعني راه كيخبى عليه او لك يعطيه شي نصائح يعني شنو تهز شنو ما تخدش شنو ما تهز. صافي دابا راه طمأن على الولد ديالو راه كيهز شي حاجه هو كيضرقو مزيان. شوف ها هو خرج الوليد وهو هز معاه واحد الراديو تماي. صافي وشوف يعني قمة الحقارة، غادي يسرق لك راديو ويطلب منك الله يرحم الوالدين عطيني ميكا، يعني فين يديرو؟ وغادي نشوفو عاوتاني الفيديو من زاوية واحدة أخرى. هانت لاحظ معنا هنايا مزيان، شوف هنايا هو دابا مني لقى الفيترينة الأخرى مفتوحة ها هو الوليد كيهز تيحل الفيترينا، يعني غيجي يساعدو باه، يعني هما دابا كيسرق هكذا باش حتى الا حصلتي الوليد تيضربو بواحد التصرفيقه تيقول له لا اش كدير حشومه، وكيبقى انه هو بريء من هذا الشيء هذا، يعني كيخلي الوليد الصغير هو اللي كيسرق باش يعني الا شديتيه انت غادي تدي الولد الصغير ما غاديش تشد الكبير ولا غادي تعاتب عليه ولا شي حاجه. ها هو اللي فتح ليه الفيترينا ولاحظ مني غادي يكون تيهز هو غادي يجيها. شوف جمور السيد مع ان البلاصه خاويه باش يضرق على الولد.